لكن عايز اقول لكم الاهلي النهارده اختتم تدريباته للمباراه المهمه الساعه 6 مساء الجمعه ان شاء الله. الاهلي مع القطن الكاميروني في الملعب الرئيسي في جروه في الجوله قبل الاخيره لمجموعه دوري الابطال. السفيره المصريه السفيره داليا فايز غبريال سفيره مصر في الكاميرون حرصت على حضور المران الختامي في وجود الاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي ورئيس البعثه، والاتحاد الافريقي او لجنه الحكام اسندت الى طاقم تحكيم كيني مهمه اداره المباراه. الحكم الكيني بيتر واير كاماكو هو حكم ساحه ومعاه معاونين من كينيا لاداره هذه المباراه المهمه. يمكن تحدث رامي ربيعه كابتن الاهلي وتحدث مستر مارسيل كولر المدير الفني في المؤتمر الصحفي اللي سبق المباراه واللي عقد النهارده. هنشوف الاول المؤتمر الصحفي، عندك تعليق على المباراه ولا نشوف المؤتمر؟ طبعا يعني جمله هي المباراه الحكيمه التي ستقرر ما زال للاهلي امل ام لا ومصيره في يده في هذه المباراه. نرجو التوفيق، ولكننا ايضا نرى ان كل الفرق بتلعب الاهلي اكن مفيش حاجه تانية في حياتها غير هذه المباراه. استعدادات خاصه، حوافز خاصه، وهذا حقهم، ولكن ايضا ربنا وفقنا. دي لقطات من تمرينه النهارده. أيوة. التمرينه الاخيره في وهي التمرينه الوحيده في جروه، يعني البعثه وصلت امبارح من بريتوريا اتمرنت النهارده في جروه المران الاخيره اللي انتم شايفينه على نفس الملعب ده اللي هتتلعب عليه المباراه. الملعب فيما يبدو يعني ارضيته كويسه، يعني ارضيه معقوله. في تشابه كما قيل يعني في المناخ بين جنوب افريقيا، هي درجه الحراره في وقت اللي يمكن بالنهار 40، مباراه الساعه 6 مساء يكون اقل شويه. ان شاء الله لكن انا بتكلم على مساله الارتفاع فوق سطح البحر والكلام ده، عشان كده هو ما راحش قبلها بكتير يعني. هنشوف المره دي بقى ماذا سيفعل الجهاز الفني واللاعبين. نتمنى ان رب نعمل. بص يا استاذ ابراهيم، مهما كانت فرصنا وحظوظنا كبيره صغيره، اللي في ايدنا نعمله والباقي بقى نشوف يعني ماذا ينتظرنا من حضور ده اللعيبه وهي داخله الاستاد او الملعب اللي هتلعب عليه المباراه النهارده في اللي ادوا التمرين عليه. والجميع ده الملعب اللي الاهلي لعب عليه مباراه 2008 وتوج فيه بكاس البطوله 2008، كان بيلعب برضه القطن الكاميروني بس توج بتعادل. احنا مش عايزين كده. لا كان فاينل ساعتها، فاينل بس توج بتعادل كان لصالحي. المره دي ما فيش بديل على المكسب. طيب الواضح فيه ده اللي جانب من التمرين.